كابتن سيد، وصلنا لمرحله ان انت جيت النادي الاهلي، استقبلك مانويل جوزيه بالضحك وبالورود وبالشكل الجميل، وبعد كده ابتدت العلاقه بقى. ما قعدت كام سنه الاول في النادي الاهلي؟ ست سنين. ست سنين في النادي الاهلي من 2008 ل 2014. الفتره دي كلها كان اعتقد مانويل وكابتن حسام بس، ما حدش تاني. وكابتن حسام لا، وكابتن يوسف. كابتن يوسف برضه. الفترة بتاعت مانويل اعتقد فترة مهمة جدا في حياتك، اتعلمت منها كتير. طبعا طبعا. دلوقتي يعني. طبعا. ووقتها اتعلمت، ودلوقتي في حاجات كان بيتكلم فيها بدأت احسها وانا مدرب. وبدأت اشوفها يعني، فعلا الراجل ده كان عنده حق. في موقف التوين. حصل معاك وخدته في وانت كمدرب، بس حصل معاك انت وانت لعيب يعني مع مانويل. انت ومانويل بينكم وبين بعض مثلا ما لعبكش ماتش ولا حاجة ولا بتاع، وبعد كده افتكرت الموقف ده وانت بتتكلم مع المنتخب او مع الاهلي؟ لا انا ممكن اقول الموقف بس مش هتقول اللعيب. يعني وانا مدرب مش هقول اللعيب طبعا. انا مستر مانويل ما بيعديش يعني لو لقى حد بيقول كلمه حتى لو هو مش سامعها قوي ما بيعديهاش. يعني ما كانش يعني في ناس ممكن تقول كلمه قدامهم يعمل ان هو مش شايف عشان ما يعملش مشكله. لا لا لا. فهو ما بيعديهاش. فانا حصلت معايا وانا في تمرين نادي، حد برضو معدي من بعيد وقال كلمة تخص الجهاز الفني. من اللعيبة. اوكي. في النادي ده. في النادي، في النادي الاهلي وانا موجود في الجهاز. فهي انا يعني عملت مشكلة كبيرة جدا. والله. لان انا يعني ما دي خدتها من مانويل. طبعا، لان انا يعني انا مش حكاية حاجة، بس هي الطبيعي ان انا دي التعامل مع الجهاز الفني لازم يكون بحساب طبعا، والكلام حتى لازم يبقى طول ما بنتعامل في احترام متبادل ما بيننا هتلاقي الامور زي الفل. كويس. انما هي دي العلاقه، هي دي العلاقه اللي بتجيب النجاح. انما حد يقول كلمه وتعديها له، خلاص اسلام قال كلمه وعديتها له، يبقى سيد اما يقول مش هتقدر تتكلم معايا. لو اتكلمت معايا يقول لك ما اسلام اتكلم من دقيقتين وانت ما عملتليش حاجه ليه. فهي المعامله لازم المساواه في كل حاجه، في المساواه في كل حاجه. ما ينفعش لعيب يزين على اللعيب في حاجه حتى لو في كلمه. فدي النقطه، يمكن حصلت الموقف ده انا شفته مع مستر مانويل، حد بيتكلم في الملعب كبير وعمل معاه مشكله. قلب الدنيا. يعني يومها واللعيب ده قعد فتره ما بيلعبش بره الفرقه. يعني فانا يمكن انا من الناس اللي يعني يمكن وقتها حصل مشكله ما كبرتش قوي، بس برضه نفس النهج ان انا انا شفت حاجه حد عملها قدامي وهي حاجه كويسه طالما عنده مبدا اللي هو انا في مساواه في كل حاجه. ما ينفعش لعيب يقول كلمه غلط وتعديها له. معلش يا كابتن سيد، هل ده بينطبق على اسم مهما كان اسم اللعيب اللي قدامك؟ يعني لو عندك لعيب، خليني اكلمك في الجيل بتاعك، بركات مثلا، وانت مدرب دلوقتي مدير فني لنادي اكس من الانديه، وعندك لعيب زي بركات ده موجود في فرقتك وقال الكلمه دي، هتعمل معاه زي ما تعمل مع اي اسم تاني؟ هو ده الطبيعي اللي لازم يحصل. ايوه. عشان يبقى انت الناس كلها شايفاك يعني ماده. في حاجه مهمه جدا ان اللعيبه لازم تحترم المدرب. تحترمه بايه؟ بمواقفه. اما بشوفك بتعامل اسلام وسيد زي بعض انا هحترمك. مساله اللعب وعدم اللعب ده موضوع تاني. اللي هو دي اختياراتك، دي وجهه نظرك الفنيه. انما التعامل في حاجات تانيه اللي هو انا اعمل موقف وتعديلي عشان انا لعيب كويس وعشان انا نجم من نجوم الفرقه ويجي الواحد تاني تقلب له الدنيا، لا، يبقى ده مش اسمها مستوى ولا عدل ولا هجيب نجاح. مش دي ممكن يقول لك حاجه اسمها ان انت توازن الامور؟ يبقى هوازن مع اسلام وسيد. اوكي. ما ينفعش اوازن عشان اسلام بيلعب وسيد ما بيلعبش فعديها له. لا، والتوازن برضو له حساب، لازم يكون مع لعيب. يعني انا ممكن اعمله مع واحد اسلام عارف ان انا يعني هعدي له الكلمه دي عشان بحترمه، مش أوكي. عشان انا خايف منه، لان عشان يلعب. ايوه. في بعض اللعيبه يعني احنا انا قلت لك في الاول في فرق بين في اختلاف في العيب يعني اختلافات في كل حاجه، اختلافات في البيئه، في الثقافه، في الاخلاق، كل واحد مختلف عن التاني. فانت ممكن تعدي الواحد يفتكر ان انت قلقان منه، يعني أوكي. انت كده عشان هو بقى لعيب ونجم فانت خايف تعمل معاه مشكله، فيقول لك بس بقى ده المدرب ده انا هديله. يلا اديله على دماغه كل شويه. وفي واحد تاني هو اصلا محترم ومواقفه قليله، فاما يجي في يوم وانت عارف ان هو هيجي بعد كده هيعتذر 100 مره لان هو اصلا مش طبيعي عنده. انما لعيب مثلا على طول بيعمل مواقف وحشه هتعدي له؟ لا طبعا.
لو عديت له دلوقتي لعيب بيعمل حاجات غلط ما متوقعش عليه غرامه، هتلاقيه بيعملها تاني وتالت ورابع. والباقي بقى الشباب اللي بيتفرج عليه انت بتعلم، مش بتعلم يعني، بتوصل رساله للمجموعه. مظبوط، من خلال ده، من خلال واحد بصراحه مانويل كان في الحاجات دي استاذ قاتل. استاذ فعلا. يعني استاذ، يعني مشكلة. ما عنديش مشكله مع اي حد. طالما انت هتعمل حاجه مختلفه عن الباقيين، انت مش مختلف عن الباقيين في اي حاجه، كلنا زي بعض. انما انا اختار اسلام يلعب وسيد ما يلعبش، دي وجهه نظر مالكش دعوه بيها. مالكش دعوه بيها. سيد، لما حد، وانت مدرب، لما حد بيقلب وشه بتعمل ايه؟ دي بقى من الحاجات اللي انا بزعل. اللي انا يعني جيت في مره برضو بكلم حد من اللعيبه، اصل انا اكتر واحد كان بيقلب وشه. انا عشان كده بسال السؤال ده طبعا. انا اكتر واحد كنت بتضايق جدا ما العبش. لا وبعدين ايه يا جماعه، معلش ثانيه واحده، مش عايز اقول لكم قلبت وش يعني، وانت معدي كده، وانت معدي كده وما تعرفش سيد، هتعرف ان عنده مشكله كبيره يعني. انا ما كنتش يعني ما بعملش مشكله مع حد، بس انا بقعد باين عليا ان انا متضايق لدرجه غير طبيعيه. فانا برضو وانا موجود في النادي، فكلم مع حد كان زعلان جدا ان هو مش هيلعب، فانا راح اكلمه وبتاع. فالمهم هو من الجيل بتاعنا، قال لك بلاش انت. هو من الجيل بتاعنا، قال لي انت اللي بتكلمني، انت اللي بتقول لنا، انت اول واحد كنت بتعمل كده. كنت بتعمل كده. قلت له معلش، انا ما كنتش فاهم وقتها شويه يعني. فلا يعني دي من الحاجات اللي يعني في اختلاف في الشخصيات بين كل الناس، بس دي من الحاجات برضو يعني الواحد دلوقتي يعني خد باله منها، ان انت لازم تبقى جوه المجموعه. طبعا ازعل وبتاع، بس ما تاثرش على المجموعه اللي حواليك. لسه كنت هقول لك، اصل الزعل ده لو ما زعلتش تبقى موظف. ايوه انت موظف. ازعل بس اوعى تتجاوز وتاثر على المجموعه. بس كان معايا سامي قمصان، من كابتن سامي قمصان من كام يوم، قال لي يزعل بس الزعل ليه حدود. ما تاثرش على المجموعه. وما تعملش موقف يضر اللي حواليك او يبين ان في مشكله. يعني ازعل طبيعي جدا، لو لعيب كوره فرحان وهو قاعد احتياطي، انا اقول لك وجهه نظري الشخصيه انا كمدرب دلوقتي، ماشي لازم يمشي. برافو عليك. اعرف ان هو ولا مسؤول ولا عنده طموح ولا عايز ولا بيفكر في اي حاجه، هو راجل جاي ولا في دماغ العب ما العبش، انا راجل تمام كده. او ممكن ابقى مستخبي، طالما ما بلعبش انا كده مريح قوي. انما لعيب بيزعل وما بيعملكش مشكله، لا ده احترمه، ده بالعكس ده اروح اتكلم معاه واوضح له وجهه النظر، انت ما بتلعبش ليه. يعني خلي بالك الصراحه مهمه في موضوع المدرب. يعني انا من الناس، يعني مثلا اسلام مش هيلعب، ممكن ما يوصلوش الموضوع قوي، انا بروح اقعد مع الناس لان انا مدرب مساعد، دورك دور من ادواري، اروح اقول لك 1 2 3 انت عايز تتقبل الكلام، بس انا بقول لك الحقيقه، انا مش هكذب عليك في حاجه، انت ما بتلعبش عشان كذا، ما بتلعبش مثلا عشان سيد احسن منك في كذا، بيعمل كذا واحنا محتاجين اللي يعمل ده، فانت نصيحه مني اعمل ده عشان تلعب، وبعد ما تلعب ويبقى ده مكانك خلاص بقى يبقى حافظ عليه، حافظ عليه، وساعتها هتعمل اللي انت عايزه. يعني مثلا هتكلم في ناحيه دفاعيه معينه، هتدافع وبتاع لحد مكانك خلاص، بعد كده خلاص انا لعيب الاساسي في المكان ده. فحتى لو عملت حاجه غلط شويه، يعني ما دافعتش مباراه او اتنين، فمقبوله لان عندك رصيد، انما انت ما عندكش رصيد والراجل التاني بيلعب عليك خلاص ومكسر الدنيا، عايز ايه؟ هتقعدوا ازاي؟ يعني كان برضو من المواقف بدون اسماء، برضو لعيب مكسر الدنيا وبيغيب، يلعب لعيب تاني ماتشين ثلاثه، فيجي يقول لك اللي بيلعب ماتشين ثلاثه يجي يقول لك طب هتقعدوني ليه بقى؟ الراجل كان مكسر الدنيا وانت لعبت ماتشين ثلاثه ما عملتش حاجه. عايز تلعب برضو؟ يعني هتلعب ازاي؟ الراجل كان مكسر الدنيا وكل مباراه بيعمل 3 4 تجوان، طب انت عايز ايه؟